هذا صوت النجمة ميراي حمدان اللي تخرجت من روتانا أكاديمي 2006، والأغنية مش مهم لروتانا أغنية وطنية من كلماتها وألحانها. روتانا أيضا عملت لها ألبوم وطني، وهي عملت أغنية ضمن الألبوم هذايا. في 2008 عملت سنجل جديد ناسي كلمات أحمد ماضي ألحان هيثم زياد، في 2009 سنجل ثالث قلبي بيحبه كلمات وألحان سليم عساف، آخر شيء في 2012 أغنية يمي اللي كنتوا تسمعوا فيها كلمات وألحان سليم عساف. ميراي حمدان الليلة معانا مباشرة، النجمة مميزة جدا، النجمة هذه ميراي. مساء النور. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. مساء الأنوار إلك يا خي مجيد، ومساء الأنوار لكل المستمعين ولأهل تونس الأبطال. بمسيكم بالخير وببعث لكم سلام من لبنان. شكرا، الله يخليك. سعادة جدا طبعا بمصافحتك الليلة، نجمة لبنانية ساطعة، صوت مميز طبعا شادوا به النقاد. قريت عديد المقالات عنك وعن طبعا عن صوتك، طبعا هذا شيء يسعدنا ويثلج الصدر. والليلة حوارنا طبعا لأنه باش نحكي برشا على الأغاني التركية، نعرف أنه تغني إنجليزي، نعرف أنه فرنسي. أنا اللي بدي أشكرك، يعني بدي أشكرك سمحت لي أطلع معك العفو. بهالبرنامج الناجح، وأنت إعلامي ناجح يا مجيد. اسمح لي أقول لك مجيد قدام يعني كل المستمعين، ما بدي أقول لك أستاذ مجيد، بدي أقول لك مجيد، يعني طبعا أنك خيي وصديق قريب مني. الله بشكرك يخليك. لك، يعني سمحت لي أطلع، هذا الشيء بيضيف لي كتير أكيد، وأنا خاصة بعدني ببداية، يعني ببداية مشواري الفني إذا بدك، إذا الله فينا يخليك. نقول. ليه ما شاء الله، معناها اعمالك وصوتك وحضورك ميراي يسعدنا. خلينا نمشي وننتقلوا شوي للاغاني التركيه وتجربتك طبعا في الاغاني التركيه الكرديه وتجولك من هنا وهناك وخارج لبنان. هيدي تجربة جديدة، يعني حبيت هيك أحط حالي فيها إذا بدك، حبيت شوي أتحدى حالي، لأنه مجيد إذا لاحظت يعني آخر فترة، يعني إذا لاحظت بالساحة الفنية صاروا يغنوا أكتر شيء، اتجهوا الفنانين إن كانوا خليجيين أو غير خليجيين، اتجهوا للهجة الخليجية أكتر. إذا نعم لاحظت هالشيء، واللهجة الخليجية لهجة جدا رائعة ورومانسية، وأنا كتير بحب غنيها، بس حبيت شوي يعني إذا بدك خص حالي بشيء شوي يعني ما حدا بيقوله. يمكن يكون في فنانين بلبنان بيغنوا تركي وبيغنوا كردي يمكن، بس حبيت شوي يعني إذا بدك يعني أونتر بارونتيز ميز حالي بشيء جديد يعني شوي بلبنان. فعن طريق مكتب تروس طبعا انا بسافر خارج لبنان وبشتغل برات لبنان، بغني، رحت على اربيل شمال العراق، العراق يعني طبعا. ايه عم خبرك كيف بلشت، ليش تركي وليش كردي، يعني بس بدي وصلك لهي النقطة نعم اذا بتسمح لي. لما اشتغلت باربيل بالعراق صرت اسمع، يعني بتعرف انت لما تروح على بلد اول شيء، يعني لما تتعرف على بلد بتفوت من المطار بتمشي بالسيارة لتوصل للفندق بدك شو تسمع؟ تسمع اغاني، ما لانه الفن واجهة البلد، يعني بالنهاية هو الفن هو واجهة البلد، هو بيعرفك على حضارة البلد. فشو كنت عم بسمع بأربيل؟ ما كنت عم بسمع اغاني عربية، كنت عم بسمع كردي وتركي، هذا اللي كنت عم بسمعه. انا ما بعرف شيء عن الكردي، ما بعرف شيء عن التركي. ومجيد عن جد مجيد حبيت انه فوت بهيدا، وبدي خص شكر هون لموزع جدا رائع موجود بلبنان، هو الموزع صبحي محمد. هذا الانسان هو وزع لي الاغنيه اللي كنا عم نسمعها من شوي يمي، نعم هي من توزيعه. اي بدي طبعا. خصه بالشكر لانه هو اللي شجعني، يعني هو اللي قال لي اميره ليش لا غني كردي غني تركي، وعن طريقه انا يعني تعلمت الاغنيه الكرديه، لانه هو اون فيت هو كردي بالنهايه، يعني نعم بيعرف شو بيعرف، عنده فكره عن الفن الكردي والفن التركي. هذا نعم باختصار يعني هذا عم بقول لك. باختصار طبعا. خلينا نمر شوي للمستمعين. هذا عادل يسأل، يا ميراي أنت فنانة جميلة وصوت عذب وإلقاؤك أروع وحضورك جذاب وعيونك حلوة وكلك بتجني، أهلا بيك بيناتنا. شكرا ليك يا عادل، شكرا Thank you عادل، طبعا. Thank لأنه you. طبعا تواصلنا مع المستمعين راديو تتوين إذاعة تتوين حتى يتواصلوا معنا الكل بتعليقهم، وأيضا بعض الفنانين اللي متواصلين معنا. خليني وإحنا في بداية حوارنا نحب نسمع حاجة في اللايف، ومازال الحوار متواصل بإذن الله، ومازلنا باش نحكيو على مسيرتك وعلى طموحاتك وعديد المواضيع الأخرى. نحب نسمع حاجة هيك بصوتك الليلة في اللايف. طب شو رأيك مجيد، أنا لبنانية، شو رأيك نبدأ بأغنية لبنانية صغيرة لست فيروز؟
ايه ونحيي الست فيروز، شو طبعا، رأيك؟ يلا احسن بعرف حاجة. بتونس قديش بتحبوا الست فيروز، بس رح أقول شي صغير قبل ما انتقل للتركي، وبدي أتشكر كل حدا عم بيكتب عني أي شي، أي شي بتشكر، النقد سلبي أو إيجابي بشكركم وبشكر عادل أكيد. شكرا. رح أقول آه حبيتك تنسيت النوم، يا خوفي تنساني، حابسني برات النوم وتاركني سهراني. أنا حبيتك حبيتك، أنا حبيتك حبيتك. هيدي هدية مني بس من لبنان، ومني لأهل تونس ولكل اللي عم بيسمعونا، ولإلك مجيد. شكرا، ثانك يو، ألف شكر ليك ميراي. هدية هدية هدية. شكرا مهندس الصوت، شكرا. ثانك يو، شكرا لي دخيلك، شكرا كثير كبير، ميرسي لكم. شكرا لك. هذيك مفتحات الليلة مع ميراي حمدان، هذا الصوت المميز. هذايا أحمد من مصر، شكرا لك، مبدع طبعا إعلامي كبير. أخي بلغ الفنانة ميراي تحية مني، ما شاء الله على صوتها الحلو. شكرا، شكرا لك يا أحمد. ثانك يو أحمد. شكون علمك اللهجة التركية من ممكن الفنانين فنانات برضو ميراي؟ مجيد ما سمعتك، من علمك اللهجة التركية وحفظك الأغاني التركية؟ اوكي، انا مثل ما قلت لك كنت عم وزع اغنيه يمي اللي كنا عم نسمعها من شوي عند الموزع معروف يعني بلبنان، موزع صبحي محمد، هو اللي صراحه اعطاني هيدا البوش، قال لي ليش ما بتغني طالما عم بتغني باربيل، ليه ما بتغني لهم يعني اغانيهم، رح يحبوا هن اذا سمعوا من لبنانيه عم بتغني اغانيهم. وعن طريقه بلشت يعني غني، بلشت بالكردي وبعدين بالتركي، وفي نعم. مطربه تركيه تعرفت عليها اسمها بهار، يعني she is my sister، يعني مش بس صديقة، هي أخت، عن طريق الفنانة الرائعة، بتعرفها أنت طبعا مجيد، اي يعني شنو طبعا معروفة رايك على هالفنانة. ميراي، شنو رايك إيه نسلمه على بهار معانا الليلة؟ يا ريت يا ريت يا ريت، بهار بهار. my sister. اوكي، مرحبا بهار. مرحبا. اي Oh, Bahar, she doesn't know how to speak My Arabic. sister, I miss you. My sister, do you know my sister? We are now live I on know, radio I know. Tunis. So everybody is listening to us. So how are you? Just say hello to Tunis. Say hello to everybody in Hello. whole Arabic world now Yes, is no. listening to you. Thank you. Nice to meet you, Bahar. You are welcome on Radio Tatawin in Tunisia. طبعا أنا سعيد بمصافحتها الليلة بهار، من أروع الفنانات في تركيا، عندها حضور مميز أيضا، صوتها رائع جدا جدا جدا. Mr. Maji, the broadcaster, now he's just sending to you his regards and tell you that you have a great voice and of course all the staff of the radio. He's saying that you have a great voice and of course they want want you to sing for them, of course. And now the whole Arabic world are listening to you, my sister. No, I think so. يا ريت انه تحكي لنا شوي على تجربتها، على غنيها، شنو عندها جديد في 2013 لهذا العام بهار. نيوز يور نيوز ان ذس اير بهار. Yeah, Bahar, do you have any singer for you? Do you have any own single for you, a song for you? Can you sing for us anything if you want? Yes. I think for all the people, okay? Okay, but أدغنى مجيد من بعد إذنك. طبعا أكيد. Sen gittin gidene günlerim soldu yaş yaş gelsen gelmezsen sonumuz sayılır.
يا يار اخ يار يا ري هايان صام يار 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 اخ يار هايان 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 صام يار يار اخ يار ظلام 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 صام يار. لا 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 شو مجيد لإلك الكلام. تشكر. Thank you. والله شكرا 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 والله ألف شكر. Thank you my sister. Thank you my sister. عفوا مجيد إذا عم بقاطعك بس مبسوطة كتير عم بحكي مع بهار لأنه صار لي زمان مش شايفتها. Thank you so much my sister. I love you. I miss you. Thank you. I miss you too. Of course, thank you for Radio Tunis. Thank you for Mr. Majid. Thanks for you. You are sharing. طبعا ومازلنا باش نوصلوا معاه لانه باش نسمع صوتها. نتمنى إن نسمع صوتها ثنائي. خلينا نسمعك حاجه البهار من عندنا من راديو تتاوين. بهار. Eski bir istasyon, trenler yolcu, ellerin avucunda yaralı bir kuş, hazin bir vedayla çırpınıp uçtu, hazin bir vedayla çırpınıp uçtu. Yolun açık olsun demek isterdi. Boğazım düğümlü, sözlerim sensin. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem. Çünkü bu beden متواصلين معكم. هذا صوت بهار الليلة في راديو تتاوين من تونس. مرحبا بكم الناس الكل اللي متواصلين معنا. ميراي حمدان طبعا وبهار. الغنية هذه تمنيت أنه نعرف شنو معناها تحديدا. هو المحل حتى نطق التركية صعيب شوية. Okay, Bahar, are you with me? Yes, Radio Tatawin, they want you to know the meaning of the song, if you can give us any title. Maybe my song is very famous in Turkey, but I think. You know, I don't speak English. ايه مجيد كمل الانجليش تبعها شوي تعبان فما راح فيها تترجم لنا مزبوط شو ايه لا ولا يهمك عادي عادي جدا راح نخلي so you cannot translate tongue Bahar just any few words like this I think for you yeah no بدها تغني لك مجيد يلا تغني وش خير من الغنى طبعا yes yes okay Bahar okay I tell all the people, you know, Iran Tatsis, I love.
I make my new CD, video clip. 1 month, 2 months later, I am in television, very big television. I think all the people like events like this. I think events like this, okay? Okay, say it, bah. Okay. O gökte dönemem kavna kava çavemem O gökte dönemem kavna kava çavemem Tımar yüzüme dur eti الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صوت بهار ثانك يو بهار على حضورها طبعا معانا ثانك يو فيري ماتش بهار طبعا على الحضور في راديو تينيزيا راديو تتاوين بتسلم عليكم وبتشكركم كتير مجيد الله يخليك إن شاء الله بالتوفيق طبعا ليها نتمنى لها كل توفيق وكل النجاح إن شاء الله نسمع أخبار طيبة على بهار وإن شاء الله تزورنا في تونس بإذن الله Thank you, Murad. Thank you. Thanks for you. Thanks a lot. And thanks for Majid and for Tatawin Radio. Good luck, Habibu. Good luck. شكرا بهار تشكر شكرا الله يخليك شكرا باش نوصلوا طبعا الليله سهرتنا مع نجمتنا ميراي حمدان ميراي اللي معانا وباش تسمعوها لانه سمعتوها من شويه في فيروز باش نسمعها الليله ان شاء الله بالتركي هكا ولا ميراي اوكي هلا غنيت كمان ديو مع بعض اي طبعا نسمع فيك ما شاء الله عليك ثانك يو اكيد للصبح معك مجيد ومع المستمعين الرائعين هذه الأغنية الليلة اللي استفتحنا بها ساعة ثانية مع نجمتنا ميراي حمدان ميراي شنو سمعنا الآن حب لايف لأنه صوتك طبعا لايف دي ما عنده خصوصية تسلم لي مجيد رح أغني أغنية لإيبو رح أقول إلار دير بيروز لمدي أعلب دردو باروندا إلار دير بيروز لمدي أعلب دردو باروندا تامو ميدي كيس مشكين أنا قردم كرشم ده ماوي مس ماوي غزدري بون شوك ماوي Bir gördüm aşık oldum Bu gelin kimin yârim Mavi masmavi Gözleri bonşuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelin kimin yârim هذا صوت ميراي مجيد
مجيد مجيد انا رح اطلع اشطر من بحر، انا بعرف كمان شو معناتها هي الغنيه. ايه لانه بهار قال لي ما بتعرف تعمل ترانسلاسيون على شو للاغنيه التركيه، بس انا احلى منها بعرف شو معناتها. الله يخليك، شنو معناها هذه تحديدا؟ مافي مافي، ان شاء الله كل ايامك يا رب تكون مافي، وكل ايام هالعالم العربي اللي هلا وضعه جدا صعب يا مجيد، يعني كل المستمعين بيعرفوا العالم العربي بشو عم بيمروا اليوم، ما بنتمنى الا كل ايامه تكون مافي مثل السما الزرقاء ومثل البحر لون البحر الأزرق. الله يخليك. هذية فيصل بن معتوق يسلم على ميراي وبيه، شكرا لك. هل أنه ميراي حافظة أي مقطع من الأغاني التونسية؟ يسأل سؤال أيضا اللي يسمع فيك الآن، باش نقرأ لك الكومنتارات طبعا تبعا، نخلي حتى نعطيه لكل ذي حق حقه طبعا على صفحتي، هذا كله على صفحتي يا راي على الفيسبوك باش نكونوا واضحين المستمعين الكل. حسام، شو هالصوت الحلو يا ميراي حمدان، الله عليك وعلى أحساسك، فعلا صوتك حلو كتير. شكرا يا حسام، شكرا شكرا شكرا، يحييك برشا حسام. المجموعة أيضا اللي كاتبين تعليق، شوقي شكرا ليك، حسن البياتي الحداد شكرا ليك، محمد أحمد السوري المخرج طبعا السوري اللي موجود حاليا في مصر، كذلك المجموعة البقية، فؤاد ستيفن من المغرب شكرا ليك، يسلم عليك ميراي. شوقي من تونس السلام عليك. أحمد المخرج أحمد أيضا موجود في مصر يسلم عليك، كلهم يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين، ومجموعة أيضا البقية إن شاء الله نجوهم تبعا. خلي أنا ديما مع حديثي مع ميراي نستغل لحظة بلحظة حتى نعرف أخبارها وكل نعرف إقامتك، أنت عندك مش برشة معناها في لبنان حاليا. بدي أشكر كل حدا عم بيكتب وعم بيمسينا بالخير، عن جد بدي أشكر بدي أشكرون مجيد. مجيد أنا هلأ إذا بدك فيك تقول استقريت بلبنان، لأنه من بعد ما تخرجت من روتانا أكاديمي بدك تقول يعني هالكلام من 4 سنين تقريبا، اشتغلت خارج لبنان عن طريق مكتب من لبنان، اشتغلت خارج لبنان بين دبي وأبو دبي وأربيل، يعني كل فترة هال4 سنين أنا عم بشتغل برات لبنان، وما صار لي زمان صراحة مستقرة يعني بلبنان ببلدي. نعم جيد، ونعرف أنه حاليا ندرس الفوكاليز. يا أكيد، يعني نحن بتعرف شو روتانا أكاديمي كانت عبارة عن لسون انتنسيف بالفوكاليز والسولفاج غربي وعربي. بعد ما تخرجت من الأكاديمية حسيت أنه حرام هذا اللي تعلمته يعني يروح هيك، أنه بس يبقى على إذا بدك على الورقة والقلم، حبيت كمان طبق هذا الشيء يعني، فبلشت دغري أعلم يعني، ولو أنه أنا بعد ناقصني كتير، بعرف أنه كل يوم تعرف الصوت مجيد بدك تتعلم كل يوم شيء جديد، مثل أي شيء بهاي الحياة نحن كل يوم نتعلم شيء جديد طبعا. فبالنسبة للصوت يعني الصوت عبارة عن ميوسكل كتير صغير، مثل التمارين الجسدية، إذا ما مرنته مزبوط بترجع لورا، بيتراجع صوتك لورا، فعن طريق الفوكاليز والسولفاج أنا بعلم أولاد صغيرة وبعلم كمان شباب وصبايا وبتعلم معهم بنفس الوقت، يعني ما بدي أقول أني معلمة، أنا بعلم وبتعلم بنفس الوقت. نعم، أيضا من مستمعينا يسألوا يا مجيد عندهش أغاني عربية خاصة بميراي، نجاوبك حالا، أنا المهندس الصوتي جاوبك طبعا.
طبعا هذا صوت النجمة اللبنانية ميري حمدان اللي سأل المستمع منذ قليل عندها أغاني عربية عندها طبعا واسمع صوتها ويمي زاد الأغنية اللي إن شاء الله تنجح زلت جديدة رأي أغنية يمي وإن شاء الله تنجح العام هذي أنا متوقع لها لأن عجبتني برشا الأغنية هذي Thank you مجيد بس بدي أقولكم أنا ما بنسيكم أبدا شكرا الله يخليك أيضا من المستمعين إبراهيم لاترش اللي يسمع فينا تحية يا ليك الان الميراي وجماعة الكل شكرا ليك شكرا ليك يا ابراهيم لاترش اللي يسمع فينا الان شكرا للمستمعين ايضا المتواصلين معنا خلينا نقول لك انا تحياتي اللي توصل الكل لافي ابل ان شاء الله الحلقه الليله ناجحه يا ربي شكرا ليك عصام عبد الرحيم ايه بس الجمال ده شكرا ليك يا خويا بقول يشوف الصوره على البروفايل صوره ميراي شكرا لك هشام أبازة من مصر شكرا لك إن شاء الله بتوفيق نجمة النجمات إن شاء الله نجم روان نجم اللبناني اللي موجود حاليا في المغرب تحية كبيرة لميراي بدي أقول له بونسوار لخي روان طبعا فاتن سيداوي النجمة طبعا السورية سلام عليك ميشيل فرح أيضا شكرا لك وليد أبو سعود محمد عواد الفهداوي بندقجي نزار شكرا لك أيضا ويام شكرا لك جاسمين العروج أيضا ياسمين نجمة هي نجمة العالم معناها نجمة العالم معناها في الجمال طبعا اللي هي اختاروها ملكة جمال أنا قلت نجمة ملكة جمال العالم طبعا جاسمين شكرا لك كذلك دي جي عيسى الأوفيسيال شكرا لك يحييك محمد العلي أيضا من العراق علي سعدي أيضا من هولندا شكرا بيو الميلود من فرنسا يحييك عاشق الموسيقار شكرا لك ويتبع في أخبارك أول بأول ساردار عبد الله من أربيل من العراق شو يسمع فينا الآن يحييك سردار شكرا يا سردار شكرا زياد شيا أيضا حييه أحمد كذلك حمودة شكرا سليم من إسبانيا يسمع فينا شكرا يا سليم شكرا للمجموعة الكل منورينا الليلة فما سؤال يوصل من المستمع اللي نحب نقراه صراحة أين ترتاح ميراي عند أدائها الأغاني العربية أم التركية معنى أنت وين ترتاح في الأغاني التركية أكثر من العربية هذا سؤال حلو كتير أنا طبعا بنبسط يعني طبعا أنا بالأساس بغني عربي بس ما في شيء حلو يعني لما تغني أغنية عن ما بتعرف معناها إلا هيك إلا سحرة ما بعرف ليش عن جد بحب غني تركي عن جد مجيد يعني لما غني تركي مثلا وفي يعني طبعا لما غني أغنية تركية مضمونة بعرف شو هو لأنه دغري بفوت اليوم صار في إنترنت وخلص دغري بتقدر تترجم يعني أي لغة من أي لغة لأي لغة بس لما غني كلام مش مفهوم إله سحره الخاص ما بعرف ليش هيدا سؤال عن جد ما عندي جواب عليه كتير برتاح بالأغاني التركية والكردية جيد جدا أنا بس نرجع أيضا للمثال الملحن حسام شنو يذكر في المساج أستاذ مجيد اليوم كان عندي بالأستوديو بالأردن شيخ سالم الهندي مدير مجموعة روتان للإنتاج والطرب المبدع زياد برجي وانتهت بها السهرة الحلوة معك ومع الفنانة ميراي كل تحية لكم شكرا يا حسام شكرا حسام وتحياتنا لأستاذ سالم الهندي أكيد أي طبعا صديقنا نحيوه طبعا ونصليكم في الاستماع الليلة شكرا لك يا عادل يأكد هذا طبعا مستمعنا وفي جدا قول لها على الاسم رأوا اسمي عادل أوكي يا عادل على الأسئلة اللي يطرح فيها نايس ميتينج يو على رأسي وتشرفنا وشكرا للجميع شكرا الله يخليك خلينا نستغله طبعا وجودك معنا نسمع حاجة من عندنا ولا نسمع حاجة في اللايف من عندك لك الاختيار ميراي من عندكم البتكونية انتم مزوقين انتم مهندس الصوت كتير مزوق على فكرة يحييك طبعا بابتسامة من وراء البلور شكرا
هذا طبعا صوت النجمة اللبنانية ليلى ميراي حمدان اللي منورتنا في لما على الاف ام على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. ميراي تسلم تسلم لي يا رب تسلم. الله يخليك. أيضا من المستمعين من شوية معنا إبراهيم اللترش اللي بعث لنا ميساج تحية. إبراهيم أي شنو يقول؟ يقول أنا حفل زواجه نهار الجمعة، الجمعة هذه ياريت ميراي جينا وجونا وتشرفونا أنتم وميراي. يلا شكرا. ألف مبروك يا رب، ألف مبروك، ألف مبروك من عيوننا. يلا ليش لا. شكرا شكرا. مرحبا. هو في تونس طبعا لهنا في تطاوين. في تطاوين عم نجي دغري اذا تونس نجي دغري. شكرا لك ميراي الله يخليك. طبعا المعروف عن ميراي خاصه معناها المقربين طبعا اللي انا عرفتهم وحكوا لي على ميراي انك ميراي بسيطه جدا في تعاملها مع الناس، متواضعه جدا جدا جدا، تحبي الطبيعه، تحبي ايضا الخروج السهر، تحبي العائلة برشا برشا برشا. هذا اللي عرفته أنا حاليا من أصدقائك المقربين.
بعد في شغلة ما خبروك إياها. اي ونعرف انك تحبي الحيوانات زادة ومربية. يا أهم شغلة هذه كان لازم يخبروك إياها، ما خبروك إياها. J'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup beaucoup les animaux. J'aime beaucoup يعني تحديدا les chiens. Sorry يعني عم بحكيك هيك بس لأنه ما بعرف هيدا العالم تبع هيدا العالم برتاح فيه كتير يعني. J'aime beaucoup être avec les chiens. ما بعرف بحب عيش مع الحيوانات، بحب شوف كيف بيتصرفوا. سبحان الله يعني لما ربنا قال بالقرآن الكريم خلقنا أمم أمم مجيد، يعني نحن عن جد موجودين بهالكرة الأرضية أمم أمم، نحن كبشر أمم، عالم الكلاب أمم لحالهم، عالم القطط أمم لحالهم، فلما لما تعيش مع الكلاب ويمكن في ناس تضحك علي إذا سمعتني عم بحكي هيك، بس بتعرف فعلا إنه الكلاب عندهم لغتهم الخاصة، عندهم تصرفاتهم، عندهم نظامهم الخاص، فهذا الشيء اللي لازم اول شغله يقولوا لك عنا رفقاتي يعني مش اي من قديش عندك وانت تربي في الحيوان هذا؟ من انا وصغيره اكيد، من انا وصغيره، بس ما تسالني قديش عمري لانه بزعل منك يعني عن جد بزعل منك. هاي بس سؤال ما تسالني. لا 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 لا، لكن من الصوت اكيد يطلعوا، اكيد انا ما زلت صغيره، ما زلت شابه صغيره طبعا ميراي. ثانك يو، عم بمزح بس انه من انا وصغيره، من انا الله يرحمه البابا يعني، من انا وصغيره هو بيسمح لي بالبيت يعني يجيب حيوانات وربي حيوانات بالبيت. واضح. ايضا من عادل هذا بربي وين تلقى فيها الاصوات الحلوه يا مجيد؟ ولا كل سهره نكتشف اصوات مذهله معناها غصبا عنا انه تخلينا نسهر معاك باختياراتك الرائعه الليله؟ شكرا. ان شاء الله طبعا ميراي دخلت الى قلوب الناس اللي متواصلين معنا، المساجات ما شاء الله تتتالى معنا وراء بعضها وهم يسمعوا فيها. مشكورين الكل، هم الكل يتمنوا انه يتواصلوا معاك الكل. ماذا ان شاء الله، ان شاء الله ما نكون عم نزعل حدا بس بكلامنا، ان شاء الله ما يكون لا حدا لا لا. عم يزعل. لا لا ان شاء الله لا طبعا. هذا حسام، اذاعه تطاوين بكل مكان، اذاعه تطاوين للفن، عنوان من تونس ارض العروبه والحياه لكل العالم ولكل انسان، تطاوين للابداع، عنوان الكاتب والملحن حسام حسن. شكرا يا حسام، يا رائع يا مبدع الليله، والله مبدع الليلة. شكرا يا حسام، الله يخليك على الكلمات الحلوة. طبعا خلينا نسمع حاجة تركية من عندك، نحب نسمع أكثر ولا كردية؟ لك الاختيار، كردية ولا تركية. أوكي رح غني كردي وتركي كمان نفس الوقت. نسمع. هبتو كرد عناس دانا، هلا 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 يا عربي هلا، رن زردولي وبابارا، هلا يار هلا يار بير هلا، برجي رجي بوتي وا، هلا 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 يار بير هلا، مالو رود الخمبالا، هلا يار هلا يار بير هلا، هكتو كردان اصدارا، هلا 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 يار بير هلا، رن زردولي وبابانا، هلا يار هلا يار بير هلا. يا الله ما شاء الله، يسلم هالصوت. تسلم يا رب. رح أقول كمان، رح أقول عاشق قلدم، عاشق قلدم، عاشق قلدم، عاشق قلدم، اشتاق بين بايلا بير عكشم دا، عاشق قلدم، اشتاق بين بايلا بير عكشم دا، عاشق قلدم، عاشق قلدم، عاشق قلدم، عاشق قلدم، عاشق قلدم. ايه ما شاء الله، عاشق قلدم. شو يعني عاشق قلدم مجيد؟ يعني انا بحبكم كتير واحنا اكثر.
thank you. الله يخليك. طبعا بتواصلنا معك وهذا الصوت العذب بالليلة الميراي حمدان النجمة اللبنانية اللي نجحت برشا، نجحتي بأربيل، نجحتي في لبنان، إن شاء الله أيضا العودة قوية للبنان بحكم أنه الآن الاستقرار مش استقرار نهائي، ما خلوش استقرار نهائي لأنه أنت ستتجولين في كل الأقطار العربية. كرمال هيك كنت عم نقول من شوي، يعني نحن بنعرف انه عالمنا العربي عن جد في غايمه سوداء فوقه، ونحن بنعرف هيدا الشيء، وكيف فنانين يعني كل واحد بده يقوم بواجبه بهيدا البلد بعالمنا العربي. حضرتك كمذيع عم بتقوم بواجبك، انا كفنانه على قدي يعني عم بقوم بواجبي. نحن ما بنوصل الى صوت سلام يا مجيد، الناس اللي عم بيكتبوا هلا تعليقات يعني شو بيطلع بايدهم غير انه يدعوا لربهم، غير انه ندعي انه هالغايمه تروح من فوق هالبلاد العربية كلها. لأنه إذا بلد واحد بالعالم العربي عم بيصير فيه اللي مثل ما عم بيصير اليوم بسوريا، العالم العربي كله عم بيتأثر. ففعلا نعم. يعني بس نتمنى أنه ما في غنيت لك يا تكون كل هاي غايمة سوداء تروح وتجي غايمة زرقاء محلها. نعم. أنا باش نطلب منك حاجة لأنه فما المساج اللي وصلني حاليا، حاجة متاع فرحة متاع عرس لكن بتركي ولا بالكردي، هذه البسمة الحناشي في تونس العاصمة الليلة الوطية متاعها، معناها الليلة حفل الزواج متاعها الليلة بسمة، معناها ممكن تغني لها حاجة من عندك هيك حاجة يا تركية. حياتي الليلة عرسة يعني زفافة، ايه الليلة زفتها وتسمع فينا الآن، بدأت تسمع تركي بدأ يعني غني لها ايه تركي طبعا حاجة كم تحفة كرم عينا. بدي إلا دم 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 كوبان كورو يا براها ليلي من ليل سهري اللي تحت بيني كوباني ليل ملي دم 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 كوبان كورو يا براها ليل ملي سهري اللي تحت بيني كوباني ليل ملي يا رين شبلك يا هاسور بيني ليل ملي ليل ملي ليل ملي ليل ملي ليل ملي ألف مبروك. شكرا، إن شاء الله طبعا العاقبة ليك. شكرا. الله يخليك ميراي. هذا عاد اللي يسأل، هل ميراي زارت تونس وما هي الفكرة التي تعرفينها عن الأغنية التونسية؟ ميراي والله صراحة ما زرت تونس للأسف، طبعا يا رب عن قريب بدي زورها أكيد إن شاء الله أقدر زورها مثل ما قلنا من بعد ما الاستقرار يعم بالعالم العربي كله إن شاء الله يا رب. ونقدر كلنا نكون مبسوطين. كل اللي بعرفه إنه شعب تونس شعب طيب وشعب وأبطال، خاصة يوم نعرف إنه صار في ثورة كتير كبيرة غيرت كتير بهيدا البلد. واللي بالنسبة للفن التونسي نحن بنعرف يعني صابر الرباعي هو اللي وصلنا الفن التونسي على لبنان، هذا اللي كل هذا كل اللي بعرفه. وتحياتنا لصابر الرباعي. تنجيب لك معايا برشا 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 أغاني تونسية وقت اللي نشوفك إن شاء الله في لبنان، متفقين؟ يلا بنكون ممنونة، وعلى القليلة توقفيهم حقهم يعني المستمعين معهم حق يعني. أيوة تحفظيهم ونسمع صوتك بالأغاني التونسية قريبا. على راسي. يسلم راسك. طبعا مشكوره جدا ميراي. مازلنا باش نوصلوا مع بعضنا ميراي لانه باش نسمعوا اغنيه وبعدها ان شاء الله يجينا موجز منتصف الليل هنا بتونس بعد 5 دقائق، قدموا زملائنا من قسم الاخبار وبعدها باش نوصلوا حديثنا. ومازلنا وباش نسمعوا ايضا فيردي تايفور الليله.